السلام عليكم يا البنات، السلام عليكم يا خياطات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الوغ اليوم جبت لكم هذا الخدمه اللي خدمتها معكم في المره اللي فاتت في قناتي في اليوتيوب اللي اسمها لامبيسيوز. هذو لي بورت بيبي اللي خدمتهم كمشروع، مشروع مربح جدا جدا جدا. دونك هذا قماش تاع المطلاسي، شريته نص متر فقط، خدمت به زوج بورت بيبي. الوغ السلعة بين القماش والدونتيل والبي خرجت لي 70,000 برك، 70,000 فقط. الوغ هذا لي بورت بيبي هادو راني خدمة زوج، واحد خدمتو بسكراتش كيما راكم تشوفو هكذا، تفتحيه تدخلي البيبي تاعك وتعاودي تغلقي عليه. الوغ شوفوا الخدمة كيفاش نظيفة، خدمة جاية واقفة من برا من داخل، خدمة متحوفة الله يبارك ما شاء الله. هذه هي الخدمه اللي كنت قلت لكم عليها، مشروع مربح جدا جدا. هذا اللي خدمته الوغ الاول، هذا اللي خدمته معكم، هذا اللي شاركت معكم في القناه، نفس الشيء اسمها نفس الخدمه، بدلت برك واش مغير هنا، مغير برك لا دونتيل فوالا. الوغ هذا درته بلا فيرميتور كليغ، لا فيرميتور كليغ. شوفوا انا درت زوج، واحد درتو بسكراتش واحد درتو بلا فيرميتور كليغ. انا نتوما تقولوا لي شكون لي خير، سلسله ولا سكراتش. دونك هذا لو بورت بيبي تاع النوفوني تاع البيبي اللي غير كيما زاد، يقدر يدخل فيه البيبي اللي يكون عنده شهر حتى 3 اشهر، شهر شهرين 3 اشهر فوق هكذا، ما تقدري تزيديه في القماش سينو ما يكفيش. الوغ هذو هما زوج اللي خدمتهم انا. كما قلت لكم السلعه خرجت لي بين القماش والبي والدونتيل 70,000 برك فقط، وتقدري تحطيه للبيع، تبيعه حتى من 100 120 150، يعني شوفوا الفايده شحال فيه الله يبارك. هذا نديروه كمشروع، تقدري تخدميه في الصيف في الشتاء، يعني مشروع تقدري تخدميه في كل الاوقات شتاء وصيف. هذا هما الوغ كي تكملي خدمتك اوتوماتيكمون تحكمي في لومبالاج، ما حنديرهم في لومبالاج انا، ونبحثهم ديراكتومون للمريض. هذه هي دونك اللي دخلت عندي، مرحبا بها اللي دخلت عندي وشافت القناة وشاركت معايا وكملت لا فيديو حتى الاخر وحطت لي لايك ولا كومونتير، يعطيكم الصحة. ونشكر كل البنات اللي دخلوا عندي، المشتركات جدد، داركم ومرحبا بكم. واللي عندها اي استفسار تبعث لي في الكومنتير، وراي عندي لاباج فيسبوك، لاباج فيسبوك هي كيف كيف لا كوتوريير امبيسيوز، تقدروا تحطوا لي كاش ما عنده واحد استفسار ولا كاش ما تسقسي حاجه ولا تحطوا لي فيها. ومرحبا بكم، راني هنا ومازال عندي جديد ان شاء الله، تبعوني برك كان عندي جديد، ومازال نزيد نشارك معكم خدمتي. تبقاو على خير الى مشروع جديد ان شاء الله. تهلاو في روحكم.